في بعض السيدات بيبقوا مدمنات لهذه الممارسة، فبتبقى متزوجة، ودي برضو مرت عليا كذا مرة في العيادة، من ضمنها قصة بستحضرها وفاكراها كويس جدا، ان هو كان مسافر ورجع، كان عاوز يرجع بدري شوية، ودخل بيته لقى زوجته معاها 3 4 سيدات، وكانوا في الريسبشن بتاع البيت وبيمارسوا هذا السلوك. ولما طبعا قلب الدنيا وواجهها وكده، هي قعدت معاه وقالت له ان دي كانت حاجه كانت بتعملها وهي صغيره، لان كان مقفول عليها جدا في التربيه، وكان مش مسموح لها خالص غير ان هي تستقبل بنات بس، وكانوا بداوا ان هم يتصرفوا مع بعض بهذا السلوك. وبعدين لما اتخطبت له بطلت تماما، بس رجعت حنت شويه للحكايه دي لما قابلوا بعض تاني على النت ومش عارف ايه ولموا بعض، فكان من باب الفن يعني، ان هم يعني بيقضوا وقت لطيف. لكن هي كانت كويسة جدا معاه، وهو كان بيستغرب ان هي كويسة جدا معاه، وان هم حياتهم الجنسية رائعة.